إلى جميع عشاق الكسكس، إكسترا تضمن لكم نجاح وصفات الكسكس عالية الجودة، شهية ولذيذة، صحية وسخية، مع مجموعة كسكس إكسترا المختلفة: كسكس متوسط، كسكس رقيق، كسكس القمح الكامل، وكسكس الشعير. فاجئي نفسك مع كل وصفة. إكسترا بنان، هذا مكان. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في كل يوم طبخة. اليوم عندنا وصفات مع الشيف اللي راكم متعودين تشوفوها معنا، الشيف نورة، اللي حدي لكم وصفتين. دونك نبداو بالوصفة الأولى ونرحبوا بنورة. مرحبا بك. وأنا بدوري نرحب بك كريم، نقول لك مرحبا بك ومرحبا بمشاهدينا الكرام، نقول لهم العسلامة نوال. يلا واش راح نديروا نورة اليوم؟ اليوم راح يكون عندنا أنا حنا الجزائريين طواجن طواجن طواجن. الزيتون كامل نحبوا طاجين زيتون. كامل نحبوا طاجين زيتون، ودائما نقولوا حنايا يعني طرق مختلفة باش نمدوا لا بريزونطاسيون ودوا. نمدوا أفكار أخرى يعني. هذه هي. راح يكون ريم طاجين، ماشي طاجين زيتون، طاجين لحم مفروم محشي بالزيتون. يلا. هذه هي، بسم الله. أول حاجة نخدموا أو ميم طون نمدوا المقادير. أوكي. هكذا. الحاجة الأولى ريم، هنا عندي شويه تاع السمن مغرف ابوبخي، مغرف ابوبخي، وندير شويه تاع الزيت. يلا هكذا مليحه، هكذا سي بون. تري بيان. نديرو هنا قطره تاع الزيت، با ترو دو غرا. ديجا الدجاج كي يكون عنده لابو تاعو تطلق لا ماتيير غراس يطلق. هنا نذوبو السمن هذاك. واش راح نحطو؟ راح نحطو هنايا تحمري الدجاج، نحمرو الدجاج. بسم الله، نحطو على لابارتي هادي باش ياخذ لي هذيك التحميره. راح نزيد هنا مام البصل، البصل نخليه هنا سوغ لو كوتي، نخليوه هنا ريم يتقلب بعقلو بعقلو، ونحضرو الزيتون. غليتيه من قبل، نحيتي له الملح. شوفي انا ريم الزيتون ما نغليهش. تخي بيان. دابا نقول الزيتون كي تشريه دوقيه لازم يكون بنين. انا نغلي الماء دو تخوا فوا، نفرغ له الماء، يقعد واحد العشر دقائق نصفيه، اون دوزيام فوا اون تخوازيام فوا سي بون. دايوغ يلقاد البنة وينقص شويه تاع يقعد يقعد هذيك لا سافور. اكزاكتومون. هذه هي. هنا واش راح نديرو؟ راح نحضرو الحشو ديالنا. يلا دونك راح ديري لو زيتون فارسي. فارسي تري بيان. الوغ كاين واحد الزيتون سموه السفيانه، ما نلقاوهش بزاف في العاصمه، وانا ديكوفريتو كنت صغيره، يعني فيريود الاب تاعي كان يخدم في منطقه سيغ تحت معسكر، وهذيك المنطقه معروفه بزاف بالزيتون. يعني كلهم يخدموا الزيتون عندهم، الله يبارك لي تاعهم، الاراضي تاع الزيتون وتشينا والمندارين زمان. اي دوكو شفا كنت صغيره، رحنا عرس ولا وليمه وحطوا زيتون كبير، اي لي تي فارسي باللحم، كان فارسي بلا فيون داشي بصح قدن هاك. سقسيت وقالوا لي ودي زعما معروف عندهم في هذيك لا ريجيون يديروا بزاف في العراس. في العراس. وهنا في الجزائر قليل وين نلقاها، من داك نلقاها في كالكو مارشي هكا. تيليمون كو لالجيري كبيره. وي اون ديكوفر. قولي مانيش في الجزائر الوغ كو اون ديكوفر تو لتون. ان شاء الله سي جو بو غوتخوفي هذاك الزيتون الى رحت لا ريجيون نجيبو وندير لكم به طاجين. تعرف في عنده واحد البنه، عنده بنه هايله. مانيفيك. عنده بنه هايله. ميم كي ديريه فارسي يعني يجي يجي الله. احنا مولفين الزيتون صغير سي بوا. اكزاكتومون. هنا ريم تملحي. نملح. عندي فلفل الكحل، دوك نجيبه لك. عندي فلفل الكحل فوالا ندير لك. ايه. وهنايا ندير شويه تاع الثوم. مام هنا تزيدي لي في لافارس. اوكي. هنا عندي شويه في المرقه. لازم لي شويه تاع الثوم. إيه وفي البنه الثوم. وي تريز امبورتون. الدجاج يحب وفي اللحم ما حاش ندير البصل، ندير اونيكمون الثوم، راح يمدلها يعني بنه رائعه. تخي بيان. فوالا
زيدي لي فلفل الكحل. هنا بالنسبه للتوابل، هنا عندنا فلفل الكحل وعندنا توابل دجاج. بسم الله. لبيس تاع الدجاج. لبيس تاع الدجاج. ونزيد شويه تاع زنجبيل. يلا. والملح نحب نديرو بيدي كما نقولوا حنايا الجيريان. يلا. بسم الله. فوالا اللحوم تحب الحم. ونزيد هنا شويه تاع الملح. فوالا. شويه تاع زنجبيل. صحيتي. ما نساوش هنا درت كلش كامل لي زيبي سي بون. درك حديريه مرقه بيضه؟ لا لا حنديرو مرقه حميمره. الله الله. دوك حتستعملي الطماطم مصبره. يلا وهنايا بيان سور. اوكي فوالا باش تجي بنينه. وهنا باش يعني الطاجين تاعنا يجي بنين، هنا واش عندنا صلصه طماطم. هذه سي دو لا طوماط كو جي بوشي، قشرتها نحيت لها الزريعه، رحيتها، طيبتها بشويه تاع زيت الزيتون. تخي بيان. هكذا دونك هنا راح ندير ان بو دو صوص طوماط ونزيد شويه من لو كونسونتخي. يلا اون كويير. هكذا ما تعمريهاليش بزاف. هكذا. تخي بيان. تخي بيان. هنا غير ما حنخلوه يتقلى شويه، تخليه يطلق الماء تاعو، يطلق بيان، يتميجوطا بيان بيان. لا طوماط هذيك تتقلى ونعاودو نولو لعندو. يلا نعاودو نولو اللحم المفروم. واش درنا فيه؟ فلفل الكحل، الثوم والملح. نديرلو شويه تاع الكمون. يلا شويه ما نكترلوش، قرصه كمون يعني. قرصه تاع الكمون. عندنا انا لا شابلور علاش نحبها؟ كي تتشمخ تتنفخ الفا تمدلو طراوه. تمدلو هكذا. دوك ندير ونشوف الى نزيد. انا نديرها لا شابلور ولا ندير السميد هذيك الخشينه. وي وي بون. حبه تاع البيض ديالي نكسرها ونشوف الى نديرها كامل ولا لا. فوالا مي نورمالمون تكفي يعني، راهي الله يبارك هي كبيره. اون فورشة تاع عيش. داكوغ تخلطيها دابور. يعني نقدروا نديروها هكذاك. معليش نخلطها لك. خلطيها لي. ندير شويه تاع المعدنوس. هكذا. هاي شابه ريحه معدنوس يتعبق. اكزاكتومون. شتي دي فوا نشلو يكون فيه ريحه. صح صح. ودي فوا يكون بارد كومبليتمون. اكزاكتومون. تخي بيان. سافا. شتي المريقه؟ الله الله. او يطلق الماء تاعو. يطلق كامل بيان. نزيد له شويه باش نمرق. خلاص خليه يزيد يطلق بيان ما يتجمر. يتجمر. الله الله. وتكون يعني تمريقه خفيفه. هنا ندير ونشوف. نزيد له شويه تاع الماء. عشرين ديري لي شويه هنايا. او سخونه. او سخون معليش لا فيوند راهي بارده. سافا سافا. دوك كريم تعيشي ديري لي تمريقه خفيفه باش هكذا لو فوالا. تخي بيان. دوك نخلوه تميجوطا شويه ونبرقوه. فوالا نقصلو من النار. نزيد له شويه تاع الشابلور. على الشابلور. البيض نو ما تكمليهش خلاص. هيا في خاطر كريم. يلا معليش. الى لا فارس ديريها بالاما. الاما. اوكي. يقدروا تاني اللي عندهم لي دوي فين يقدروا يستعملوا لا دوي. ايه سا فاسيليت لا طاج سي رابيد. شوفي ريم ما فهمتينيش، جو في فيغ لانفيرس. اه دوك شوفي.
سي بون هذا وين نفهم سي بون سي بون دونك ال فا اونغوبي الزيتونه في لا فياند هاشي سي سا جو في جي فارسي نفارسي لا فياند هاشي بالزيتون داكوغ انا فهمت الزيتون تعمريه سي بور سا جبت لك لا غوسيت تاع السفيانه كنت زيتون كبير ونعمروه لداخل ا مومون دوني كنت ندير هاد لي غوسيت الحبه تاع الزيتون كي تكون كبيره, نحشيوها بلا فياند هاشي ولا مي انا هادي شوفي ها داكوغ خلاص دوكا فهمت هكذا جو برون هكذا ونحشيها et ça donne يعني un visuel vraiment chbab هكذا très bien ok j'ai tajine الله الله d'accord ok attends je mets hado donc هنا نديرو quelques boulettes هكذا كيما كي تشوفي ونحطو Voilà, ça sort de l'ordinaire. On bête le chouïa, hein. Surtout avec d'affaires Ramadan ou là. On aime ou la viande hachée. Je n'ai pas tout ouvert ou là. J'ai fait un essai à la maison, bien sûr. On fait toujours des essais. C'est normal. Fais le ou le qui j'ai tenu le fikra, quand on a quitté la sauce, bel et que tu fais non. Parce que la viande hachée fait le bête, fait donc je n'ai pas tout ouvert. Je vais mettre le fouf la surface. Je vais mettre le fouf la surface. Je vais mettre le fouf la surface. Je vais mettre le fouf نمرقو نخلو الدجاج تاعنا حتى يدخلو طياب نحي الدجاج تاعي انا حنقليه كي تكون هكذا يعني طبق نحبو هكذا تكون عرضه ولا في رمضان ولا نحي الدجاج تاعي نقليه ولا لاصوص تكون يعني اون صوص ريدويت ما تكونش بزاف ونحط هاد لا فياند هاشي ديالي ديجا ما يتفتحوش كي يكونوا محطوطين هكذا من جهه اخرى يعني باش نزيد نمد قيمه ونمدلو يعني كيما يقول لك منظر شباب انا نعرفوا الزيتون يحب لا كاغوت يحب زروديه الوغ واش درت فورت الزروديه تاعي قطعتها كيما راكي تشوفي راح نسوطيها تري بيان ندير لها شويه تاع الزبده شويه تاع الثوم والمعدنوس وسخا بريزونتي مع لو بلا ديالنا اوكي هذه هي يلا نمرقوا ريم نمرقوا الدجاج خلاص C'est très bien. Nora, on a خليك تكملي بالعقل. نعاونك شويه نخمم لك انا لو بلان دو طرافاي. خلو هذا كيتجمر بعقل ويطيب. الله الله. نخرجوا فاصل ونعاودوا نرجعوا بالوصفه الثانيه. بالوصفه الثانيه. يلا مشاهدينا الكرام كما شفتوا الوصفه راهي سهله وعطات لكم فكره جديده يعني اليوم. نقول لكم نتلاقاو بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام عاودنا رجعنا بعد الفاصل بالتحليه راهي تشهي يعني كاين يا دو تو كيما يقول لك الشوكولا بلون شوكولا نوار لا كريم او بوغ الكنافه هذه ياك الكنافه المكسرات دو تو فوالا ونقدروا نبدلوا هذه بهذه يعطيك الصحه سي فري هذه هي نخدموا نبدلوا دي لاسيو يعني لا فورم تاع لو غاتو سي ان بوتي غاتو سي دي لوزانج يعني سي دي بول اللي خرجوا في السوق عجبوني بديت نطلع كيفاش خرجت ان بوتي غاتو ان شاء الله يعني الله شاطره ينال اعجابكم ان شاء الله اليوم رانا هنا بوغ بارطاجي افيك يلا نبداو الحاجه الاولى لا كريم بوغ حنا تاعنا بيان سور ايفيدامون راهي واجده نعطوا المقادير هايله باسكو جو فو كونساي دو ليسيي هنا عندنا 200 غرام تاع الفوندون وعندنا الدوبل تاعها 400 تاع المارغارين مارغارين اوبلين هكذا كيما يعني الاخت المشاهده تقدر تحضرها ماشي بالفوندون تخدم طون بور طون 400 مارغارين 400 تاع سكر غلاس يلا هكذا هنايا بلا ما نوزنوها يعني هذه راه فيها 500 غرام 500 غرام تنحو منها 100 غرام 100 غرام هذه هي بسم الله فوالا هلو شوفي ريم هنا النص هكذا Donc ça va être ça. Le bol est taillé oui. Le... Voilà. خلوها هذه في الكارت. هذه نخلوها في الكارت. هلا. راهي طريه هنا يا ريم شوفي وي. بلا ما نقطعها راهي طريه يعني سهلة الخدمة هاكي هادي رجعها
ونضيفوا عليها هنا درنا 400 وهنا نديروا 200. اوكي 200 تبع معك تاع الفوندون. ويلا درتي سكر غلاس ديري 400 سكر غلاس و400 تاع الفوندون تاع تاع لا مارغارين هكذا. والفوندون يعني كي يكون بارد الحال لازم تسخنيه شويه. اي لازم شويه دفيه وبان ماري. داكوغ ناخذ اون اوتر كويير. فوالا هادو خلوهم يدوروا وحده. هنا نضيفوا عليها ريم شويه تاع لافاني ليكيد. ديجا الاوبلين راه عندها الفاني وتزيدي لها حتولي يعني نزيدو نعزو لها. فوالا فوالا دونك هذا نديرهم يخدموا. فوالا ونعرفوا لا كريم او بو السر تاعها لازم الدور الدور ان بون مومون. انا ناخذ ان بول هذا يعني هنا انت وما حبيتي تحبي ديري الكاوكاو وحده تحبي ديري. هنا عندي كيله تاع الكاوكاو عندي كيله تاع القطايف محمسين وهنا هاديري كان عندي مسكوتشو في الدار تري بيان قالي النص ما حبيتش نستعمل هذاك لو غاتو اندستريال فتتو كيما كي تشوفي بقى لكم مسكوتشو يبقى لكم لامونا حاجه تاع دار تبقى تقدروا فوالا ديروا بها اون غوسيت. هنا وشنو السر تاع الكاوكاو لازم يتحمس مليح هكذا حمصوه مليح في الكوشه لازم باش يعطيكم ديك القرمشه هذيك القرمشه اكزاكتومون. هنا وعندنا نديرو كامل طون بور طون يعني يلا. قد ولا حبيتي حاجه تحبيها بلوس زيديها بلوس هكذا نزيدو شويه تاع هنا نيمبورت كال بيسكوي هذا تقدري تستغني عليه وتقدري ديري يعني شويه تاع الجوز فوالا يعني 10000 وانت جبتي حفينه الله الله فوالا هكذا. واش ثاني نزيدو هنايا ناخذ شويه عطر الجوز شويه عطر الجوز وهنا لي موش زدت له هذا كراميل بذوق الشوكولا اوكي راه يتباع يعني لي كراميل وراهم الله يبارك يعني تقدروا ما تحضروه في الدار ديروا الكراميل ذوقوا السكر تاعكم كيدو برمو دي مورسو شوكولا سي تو سي تو برك فو بيان غموي هكذا اون كويير استقات نعطيكم هنا هنا العسيله ندير شويه دايوغ الحشو تاعي ما حبيتوش يكون بزاف بنين بزاف نو با ترو شويه ما يجيش مسكر ثاني بزاف راح يعني نطمو بال بلا كريم او بيغ ديري لي هكذا اوكي هذاك نحط لك بالعقل بالعقل غرفه كبيره معمره يعني ونشوفوا اه بسم الله فوالا تحبيها بسم الله نخلطو مليح يعني واحد الريحه واش نقول لك كريم دونك هاد لا كريم اللي راهي هنايا دونك هي برك جابت وحده واجده باش ما نشدوكمش ونورو لكم الوصفه الوصفه اكزاكتومون زيدي لي شويه هكذا جاب لي ربي راهي مليحه تري بيان وبيان سور كي نخلطو ما نكرازيوش مليح مليح باش هكذاك القطايف هذوك يبقاو كروستيون تقارديو هذيك القرمشه تاع لوغاتو هذيك القرمشه ما ترحيوهاش تري بيان هكذا تكون يعني سي بون نو سي بون سي بون شوفي ها تخدمي بها كيما حبيتي دوك اللي يحب الحلاوه يدير ان بو بلوس دو ميال يزيد يكثر شويه تاع العسيله نبدا بيا الشعب كامل ينقص السكر اكزاكتومون وعلاش ريم اون بلوس عندنا الشوكولا عندنا الشوكولا وحنا بحق لي زالجيريين ناكلوا مليح يعني عندنا فطور الصباح اللي غيش ومن بعد تاع لو ميدي وعندنا القهوه تاع العشيه دونك واحد يدير ان بتي تيكيليب في السكر ديالو اكزاكتومون يعني حتى كل مواقع التواصل دوك تتكلم على على السكر لو غرا زعما نسيو كيما نقول لكم اون فان بتي تيكيليب ان بتي تيكيليب اليوم ناكلوا الكاطو تاع نورا وغدوه نديروا شويه ريجيم هكذا باش ما نحرموش نفوسنا فوالا ما نقدروش حنا لي زاجاي اون دي غورمون نحبوا ناكلوا صح هنا الشوكولا نزيدوا له شويه هنايا باسكو ما شويه تاع الزيت والمول هذا عجبني باسكو سي دي لوزونج جايين صغار مقيرطات صغار مقيرطات صغار الله الله كيما تقدر يعني الاخت المشاهده تقدر تعمل يعني نوع اخر نوع اخر فوالا الا ما كانش متواجد على بالي عندهم كاع لي فورم في الديار دوكا راه كلش متوفر ما كاينش اللي ما عندهاش دوك تلقاي عندهم لي مولو سيليكون عندهم اكثر من لي باتيسيي الماتيريال اكزاكتومون اكزاكتومون يعني سي على بورتي دو تو الموند كامل
كامل هكذا نفضل نحي هذه باش تري بيان. تحقي الغاز نو خلاص نطفو سي بون. يلا انا هنا الاخت المشاهده واش ديري دو بريفيرونس لو مول ديالك دخليه الكونجيلاتور يبرد كي يبرد شويه تاع شوكولا ديري شويه في لو فون تمشيها سور لي كوتي. شوفي يعني الاخت كيفاش دير دير هكذا وتمشيها كامل في لي كوتي داكوغ كامل سور لو كوتي دخليه الكونجيلاتور باش سورتو لي روبور هادو اللي باش يشدو روحهم. كي تعاودي تخرجيه وين تزيدي شوكولا زيدي غير في هنايا سي تو داكوغ. هنا سي بون هادي راهي مخصوصه شويه نزيد لها غير شويه ولي عندها شوكولا زياده يعني تعمرهم كامل وتقلب هذاك تحطو يقطر فوق ينغري. هذا ما كان هذا ما كان لا فورم تجيكم ليس تجيك شابه هاي ليك وتحطي لو بيسكوي تاعك يعني عمليه سهله. نزيد هنا شويه ونشوف نعرفوا وين تكون الشوكولا ما نقدروش نخدموا يدينا ما يتوسخوش امبوسيبل امبوسيبل ميم كي تخرج لك هكذا لو شوكولا يا با دو سوسي تعاودي هنا ديري الشغل كي في دارك اكزاكتومون باش المعلومه تروح كيما تقول 100% 100% كيما كيما الدار كيما ديرها هي نتوما عاودوا في الدار اكزاكتومون. هذه هي فوالا اعطيني كويير تعيشي tu veux les aplatir justement voilà هكذا برك تري بيان راني في الدومين تاع لو شوكولا باسكو لو شوكولا فيها كي تعرفي سكو سي فوالا تري بيان هذا ما كان وعلاش باسكو كل حاجه راح تتماسكا داكوغ. هذا شغل ما حش يبان هادو هادو ما يبانوش ما يبانوش كامل هادو جست اي فو ابلاتير بيان فو ابلاتير وعندي هاد لو مول بور لا ديكوراسيون ثاني حاجه يعني سهله تري تري فاسيل فوالا ها واش ديري فوالا لي بتيت ديكوراسيون بتيت ديكوراسيون بعد ما تشوفي يعني ما حاش تندمي عليها. لا لا شبحوا شبحوا راه كاين دوكا واحد لي ديكو هايلين. الله يبارك. فيي دور لي لا بودغ دور. اكزاكتومون يا دو تو يا دو تو فوالا. هادي تدخل كونجيلاتور اون مينيت تخرجيها تعاودي تعمريها وديري تعاودي ديري دوطخ. هنايا انا لو كاتو تاعي راح يكون عنده ان بيسكوي. هاو لو بيسكوي اللي كنت حضرته. جبتيه من سبق فوالا. بيان سور باش نورو لهم. كما راكي تشوفي بون هذا سيتان سابلي هذا سيتان سابلي اللي كنت عندي ان مول تاع المقيرط علاش راني نقول ريم في الاسواق تاعنا كي تشري ان مول شوفي له يعني الطابع ديالو هذا تاع المقيرط فوالا قطعت بهذا ونتحصلوا لو سابلي تاعنا تري تري فاسيل 250 غرام تاع المارغارين كاس تاع سكر غلاس عندنا حبه بيض حبه صفار زوج مغارف تاع نشا ونطبو بالفارينه ما فيش لا ليفيغ قرصه تاع الملح ولا فاني ما تعجنوهش يطم غير بالصبيعاتكم يطمو ينطم برك هذا حطوه يبرد في الثلاجه بالاحسن اكزاكتومون يجيكم فوندون يجي فوندون هذا ما كان ومن بعد واش ديروا كيما راكم تشوفوا هكذا شدوا لو كاتو تاعكم ديروا له هذاك لو بتي سابلي من تحت شدي لا كونفيتور لا كونفيتور ولا لا جولي ولا هكذا لا هنا لازم نلصقوا بالشوكولا دابور لا حبيتوش ديروا كونفيتور ولا ديروا ان بو ولا ان بو دو كريم او بور ولا لصقي به ما حبيتي فوالا هكذا جوست باش يحكم يعني يعني خرجت من لاكول اليمونتيغ دوكا وي شتيها وي كاينه كاينه يا دو تو يا دو تو وي ترمد سور لي كوتي وي ترمد سور لو كوتي فوالا هي عطاتكم ليدي والفكره والوصفه وانتم تفننوا يعني من هذه تقدروا تخرجوا شحال من ديكور وشحال من تزيين يعني فريمون تكوني فنانه في بيتك فوالا هذه هي لازم كيما راكي تشوفي تحطي لو كاتو ديالك تري جولي هكذا ومن الفوق حديري هذاك لو فوالا سي بروبر باردون
هكذا ونحطوا صح؟ اه هذه شغل تجي هكذا هنا تجي من الفوق هكذا تجي من الفوق خلاص ما نكملهم انا وياك هذه هي حنا نرجعوا بعد الفاصل ونرجعوا بعد الفاصل مشاهدينا الكرام نعاودوا نرجعوا بعد الفاصل مشاهدينا الكرام عاودنا رجعنا بعد الفاصل كيما راكم تشوفوا هذاك الدجاج تحمر راهي قلاته وعطات له بل كولور اون كروستيونس دونك زيتونات هذوك كيما دارتهم فاخسياكم شتو طريقه يعني جديده فوالا نورا كيما قلتي زيتون يحب لا كاروت درتي له لا كاروت دونك لا كاروت هذيك زروديه درنا اون لا سوتي بشويه تاع الثوم والمعدنوس وشويه تاع الزبده فوالا وحنا يعني حطينا طبق راقي فوالا يصلح لكم لسائر ليام كيما يقدر يصلح ليام تاع رمضان وهنا ما تحركش الزيتون ما تحركش ما تحركش وجمجمر يعني ماشي بزاف مرقه مي مجمره كيما مازال عندنا شويه تاع المريقه حنا لي زالجيريان نحبوا تحبوا توجور اون بو سو سيرفير هذه اي لي غاتو هذوما انا عجبوني شابين صعب شويه الخدمه باسكو جايين صغار هكذا ماشي صعب لا لا مي شيعه وشبعه كي تحطيهم هكذا واحد يلها يكون قاعد العشيه ما عندهم ما يدير يحكم هذوك ويخدم بالطبع بالطبع دونك سي جولي راهي دارت لكم هنا لي دو فيرسيون شوكولا نوار وشوكولا بلون دونك سي جولي اي سي بون نورا نقول لك ميرسي بوكو ربي يخليك وان شاء الله نعاود نشوف في حصه اخرى ان شاء الله ان شاء الله داكوغ ان شاء الله مشاهدينا الكرام نشكركم للمتابعه ونقول لكم ان شاء الله نالت اعجابكم وصفات نورا ونتلاقاو في حصه مقبله ان شاء الله جميع عشاق الكسكس إكسترا تضمن لكم نجاح وصفات الكسكس عالية الجودة شهية ولذيذة صحية وسخية مع مجموعة كسكس إكسترا المختلفة كسكس متوسط كسكس رقيق كسكس القمح الكامل وكسكس الشعير فاجئي نفسك مع كل وصفة إكسترا بنان هذا مكان